حلقتنا اليوم حنتكلم فيها عن الهيكل الإنشائي للهرم بالإضافة إلى الرسومات والألوان والزخارف والدلالات. موقع الكرو الأثري يعتبر واحد من أهم المواقع الأثرية والتاريخية الموجودة في السودان لعدة أسباب معينة. الموقع محسوب على حضارة كوش المعروفة أو الحضارة الكوشية، تحديدا الفترة بتاعت نبتة أو نباتة. المعروف أنه حضارة كوش فيها ثلاثة فترات مختلفة، الفترة الأولى فترة كرمة بمختلف تواريخها، الفترة الثانية فترة نبتة، والفترة الثالثة فترة مروي. فالنبتة بتاخذ اهميتها من واقعنا، هي الفترة اللي بدا فيها الظهور بتاع الحضارة السودانية بطريقة واضحة جدا جدا. الأهرامات السودانية بناها حكام الممالك الكوشية القديمة، وتتألف من 220 هرما هي المكتشفة حتى الآن، وبنيت في ثلاثة مناطق كأضرحة لملوك وملكات نبتة ومروي الذين حكموا مملكة كوش وتعاقبوا على حكم المملكة التي سادت السودان نحو 8 قرون. هي أول إهرامات مبنية في السودان موجودة هنا في المنطقة تحت الكرو. الإهرامات اللي بعديها اتبنت في البركل، وبعد ذلك من البركل زي ما عارفين الملك تهارقة أو ترهاقة نقل المدافن الملكية لنوري الضفة الشرقية للنيل، ومن نوري بعد ذلك انتقل المركز تاع الحضارة كلها اللي هي الفترة اللي بدأت فيها فترة مروي للمنطقة بتاع جزيرة مروي أو البجراوية المعروفة جنب مناطق شندي وكوشية والحتة دي. أول إهرامات اتبنت في الكرو، واخر الاهرامات اتبنت في المنطقه بتاعت البجراويه. التصميم المعماري بتاع الهرم بيختلف اختلاف توتالي من الاهرامات المصريه. اول حاجه هي اصغر بحجم بكثير طبعا مقارنه بالاهرامات المصريه، وبعد ذلك تتكون من جزئيتين، البنا التحتي والبنا الفوقي او البنا العلوي. البنا العلوي ده اللي هو الجزء بتاع الهرم اللي احنا بنشوفه فوق سطح الارض ده، الشكل الهرمي الموجود ده، لكن تحته موجوده غرفتين بتاع الدفن تحت الجسم بتاع الهرم ننزل لهم بسلم منحوت في الصخر، ودي ما موجودة في الأهرامات المصرية، بيتم الدفن في جسم الهرم نفس البناء الفوقي. أهرامات السودان بنيت بمدرجات من الحجارة، وهي أصغر حجما، وتتراوح ارتفاعاتها من 6 أمتار إلى 30 مترا، وتكون مرتفعة في قاعدة صغيرة نسبيا ولا تزيد عن 8 مترا، وذات أضلاع شديدة الانحدار تصل إلى 70 درجة. ونجد أن في معظمها توجد مذابح في هذه القواعد. بيميز الموقع بتاع الكرو إنه فيه الموقع الوحيد اللي فيه تطور لتقاليد الدفن، بداية من المقابر بتاعت الأكوام أو المقابر التلية المعروفة، مرورا بالشكل بتاع مقابر اللي نحن بنسميه مقابر المصطبة أو الأشكال بتاعت حدوة الحصان المقابر الدائرية، نهاية بالتغليد بتاع الدفن بالإهرامات المعروف يعني. واحدة والخلفنا ده أكبر هرم موجود في الموقع. الموقع على حسب الطبوغرافيا بتاعته بيتقسم لثلاثة أجزاء. المنطقة شمال الوادي الأول فيها المقابر بتاعت الحصين، والحصين كانت واحدة من الحيوانات المهمة جدا جدا والمقدسة في الفترة بتاعت نبتة،
ودي كانت واحدة من الأسباب اللي استدعت إنه النباتيين أو الكوشيين يغزوا مصر ويحتلوها بواسطة الملك بعانخي. المنطقة بين الواديين في النص هي دي المقابر الملكية، وجنوب الوادي الثاني توجد مقابر الملكات المعروفة يعني، بالإضافة لوجود معبد جنائزي صغير ملحق بالموقع. نحن الآن في موقع الكرو الأسري الجبانة الملكية لفترة نبتة أو حضارة كوش بصفة عامة، ونحن الآن قدام المقبرة بتاعة الملك تانوت تماني. ده المدخل بتاع المقبرة، والشكل المغبب ده اتعامل حديثا في الثمانينات بس للحماية من الأمطار، هو ما جزء من المقبرة الأصلية. حننزل للمقبرة بواسطة بعض السلالم. أول الأهرامات بنيت في منطقة الكرو، وتشتمل على ضوء أن منطقة مرو الواقعة بين الشلال الخامس والسادس لنهر النيل هي أكثر المواقع تتواجد بها الأهرامات، حيث كانت عاصمة المملكة الكوشية لعدة قرون، ودفن فيها أكثر من 40 ملك وملكة. نحن الآن في المقبرة بتاعت الملك الكوشي المعروف تانوت تماني، واحد من أهم الملوك الحكموا في فترة كوش ونبتة بصفة خاصة، وواحد من الملوك الحكموا مصر إبان سيطرة الكوشيين على كل المناطق المصرية. فالمقبرة بتاعته بتعتبر واحدة من المقابر المهمة جدا جدا، لأنها لا زالت محافظة على الديكور بتاعها القديم بكل الألوان بكل النقوش، وهي بتمثل بالضبط المعنى في الوقت ده على حسب الاعتقاد الديني. الموت هو ما نهاية الحياة، لكن هو انتقال من مرحلة في الحياة للحياة الأخرى. زي ما شايفين المغبرة بتبدأ من فوق بالسلم النازل مقطوع في الحجر الرملي ده، وبتتكون من بدأ الحكم الكوشي في النوبة بعد انهيار العصر البرونزي وتفكك المملكة المصرية، وتمركزت كوش في نبتة وهي منطقة كريمة شمالية السودان خلال مرحلتها الأولى. خلال العصور الكلاسيكية القديمة كانت العاصمة الكوشية تقع في مروي. زي ما ذكرت تكون المقبرة من غرفتين للدفن، زي معظم الأهرامات الموجودة عندنا في السودان، معظم الأهرامات في تحتها غرفتين للدفن. وزي ما قلت هو انتقال من مرحلة في الحياة للحياة الأخرى أو الحياة الأخرى، وبيتبع فيها الملك أو الملكة الحركة بتاع دوران الشمس من الشرق للغرب. عشان كده بتلقى كل الأهرامات والمعابد الاتجاه بتاعها اتجاه الشرق. في النص هو الملك تانوت تماني، مصطحب بواسطة
اثنين ابناء الاله حورس عن يمينه وعن يساره للحياة الأخرى، والنقوش الموجودة فوق دي هي كلها تعاويذ مكتوبة من كتاب الموتى بتمثل الطقوس الجنائبية اللي بتصاحب الحركة بتاعته، وهو بيتبع حركة دوران الشمس وهي تعبر السماء. الجزء الفوق من المغبرة هو عبارة عن السماء بالنجوم الصفراء والسماء الزرقاء. ويتم تزيين الغرفة الملحقة بالهرم على الأغلب برسوم ونقوش تصور الحياة الدينية والاقتصادية والسياسية والأمنية، كما توضح قوة ومكانة الملك أو الملكة اللذين أقاما ببناء الهرم كقبر لهما. طيب نحن الآن داخل الغرفة الثانية من المغبرة بتاعت تانو تماني. هنا بتتواصل الرحلة بتاعت استقبال الملك للحياة الأخرى. الملك موجود داخل التابوت وفي استقباله الآلهة والآلهات مختلفة أنواع من الحياة الأخرى. الكتابات الموجودة في الأعلى دي هي كتابات هيروغليفية مأخوذة من كتاب اسمه كتاب الموتى، فيها تعاويذ وإشارات لطقوس دينية معينة عندها علاقة بالحركة بتاعت الملك للحياة الأخرى، والجولانة المحددة بالورد الأسود هنا هي لخدمة الملك ولقراءة بعض التعاويذ عشان تساعده في العبور للحياة التانية. استمرت مملكة كوش وعاصمتها مروي حتى القرن الرابع الميلادي، ثم ضعفت وتفككت بسبب المشاكل الداخلية وتدمير العاصمة من قبل مملكة أكسوم. ازدهرت ممالك نبتة ومروي وكوش وكرما، وهنا يلتئم شمل ملوكنا العظماء بعانخي وتهارقة اللذين امتد نفوذهم عبر مصر إلى حدود دولة فلسطين. أول ملوك مملكة كوش بنبتة وضع على العرش بعد انتخابه من الكهنة، ووافق الشعب الكوشي على تنصيبه، وهذا كان متبعا مع الملوك الكوشيين من بعده. حكم بعانخي من 746 إلى 716 قبل الميلاد مملكة كوش، وأثناء العام 20 من حكمه هجم بعانخي من الجنوب على مصر حتى وصل إلى الدلتا كانت عبادة آمون قد انتشرت في النوبة،
واعتنقها أيضا ملوك كوش. يعتبر غالبية باحثي الآثار أن أبرز وأهم الأهرامات هو هرم الملكة أماني شاخيتو التي حكمت في منتصف القرن الأول قبل الميلاد، وقامت ببناء هرمها ومعبد آمون في مروي، وهي التي قادت جيوش مملكتها ضد الرومان وهزمتهم. وتقول الروايات إنها ملكة كانت تهتم بزينتها، ودللوا على ذلك بالمجوهرات التي عثر عليها داخل الهرم الخاص بها، والتي توجد الآن بمتحفي ميونخ وبرلين بألمانيا. سعت وزارة السياحة والآثار السودانية لتنفيذ عمليات ترميم منذ سنوات بالتعاون مع خبرات أجنبية، كما توجد فرق بحثية لعمل دراسات حول تاريخ المنطقة الضارب في القدم، وقد أثمرت جهود فرق التنقيب بالعثور على مقتنيات تعود للقرن الثامن قبل الميلاد تحت الهرم رقم 9، وتنبع أهمية هذا الكشف الأثري في كونه سيسهم في معرفة وتتبع سير وتواريخ الملوك الذين تعاقبوا على الحكم في المملكة وبصورة دقيقة. تكون أول حلقات برنامجنا نبنيه على الأهرامات السودانية لسحر وجمال هذه الحضارة الشهد بها كل العالم. نتمنى انكم تكونوا استمتعتم معنا بالحلقة، والسلام عليكم.